إسحاق، الحين شو الفرق بين الشخص إذا كان محترف ولا شخص يكون مبتدئ؟ هل تختلف الكمية اللي ياخذها؟ هل تختلف نوعية المكمل اللي لازم ياخذه ولا هي نفسها؟ الكمية تختلف طبعاً، ما يخص الشخص الماتشور والمحترف. اللي يختلف فيه وزن الشخص، إذا مثلاً واحد وزنه عالي طبعاً تكون كمية أكثر، وإذا الواحد وزنه تحت كمية تكون أقل. إذا كانت مرأة؟ المرأة كمية أقل طبعاً، غير عن الرجل. إنزين، هذه بالنسبة حق الأملاح اللي إحنا محتاجينها المعدنية. نتكلم أيضاً عن نوع آخر من المكملات. مكمل غذائي هو حارق الدهون، فات بيرنر. هذا مهم. هي. إنزين، هذا حارق للدهون. هي نعم، فات بيرنر. وهو شغلة شو؟ إنه يمنع الشهية، يحول الدهون إلى طاقة.